الخير عليكم وصباح الخير ومصر جميلة بينا وبيكم. مصر جميلة بكل حاجة فيها، ومصر جميلة بنيلها ببحورها بناسها اللي بتخاف على بعض وبتساعد بعض وبيفكروا مع بعض وبيحبوا بعض، مفيش فرق ما بين أي مصري بأيا كان لونه أو شكله أو ديانته. مصر جميلة بينا وبيكم، وتعالوا بينا نبدأ حلقتكم النهاردة ومعايا مجموعة من الأخبار أو خبرين، وبعد كده نطلع لفقرتين اللي أنتم متعودين معانا عليهم في مصر جميلة. نبدأ بالخبر الأول، هو خبر مهم جدا تم تداوله أمس بكثرة، وهو استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023. بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال أن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كاجوك نائب وزير المالية للسيادة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار ما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار على دورتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجل الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، إجراء إعلان لتعيين 30,000 مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجمالي إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. ده بالنسبة للخبر الأول عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات وعلاوات موجودة تم إقرارها في المال العام المالي الجديد 2022-2023. الخبر الثاني هيكون عن وزارة التضامن. مع التنسيق مع منطقة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى، واحد منهم طفل واثنين تانيين كبار في السن. وجهت السيدة نجين القباج وزير التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بشأن سرعة بحث الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى والحكومة الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى من ذوي الهمم كفيف، وذلك بشارع الروضة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة. وفي هذا الإطار تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، حيث توجه الفريق إلى موقع الشكوى وعليه فقد تم العثور على المواطن واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي وتقديم المساعدة القصوى ليه. وفي السياق متصل وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريق تدخل آخر سريع بحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، أشارت الشكوى لوجود مواطن مسن بلا مأوى وذلك أسفل الكوبري العلوي بميدان كلية الزراعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، علما بأن المواطن تنتابه رعشة شديدة بسبب سوء حالة الطقس أثناء فترات الليل، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية. وفي هذا الإطار وفور تلقي الشكوى توجه فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية إلى موقع الشكوى، وقد تم العثور على المواطن والتعامل معه وتقديم اللازم. برضو الحاجة الثالثة اللي هو بخصوص الطفل، برضو عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بوجود طفل بلا مأوى بمنطقة المضلات بأبراج أغخان بشبرا مصر، وفور تلقي الشكوى تم التكليف فريق وحدة غرب القاهرة 2 ببحث ودراسة الشكوى، علما بأنه تم العثور على الطفل ويدعى صاد سين صاد، طبعا الاسم ده كودي عشان اسم الولد، وتبين ان الاسره تقيم بمنطقه ام بيومي بشبرا الخيمه، وان والده متوفي والام متزوجه باخر ولا لديها 2 من الابناء، وان سبب تشرد الابن وحاله التفكك الاسري التي تعاني منها الاسره عليه، فقد تم عقد جلسه توعيه ودعم نفسي مع الطفل واهله واقناعه للعوده. ده بالنسبة للخبرين اللي معانا النهاردة. معانا بقى فقرتين، الأولى بتتكلم عن مبادرة من ضمن المبادرات اللي كسبت في منتدى الشباب وأخدت جايزة من الجواز تقديرا لجهودهم، اسمها لدينا حلم. والفقرة الثانية أو الفقرة الثانية الموجودة هتكون معانا عن السياحة البيئية ومدى أهميتها لمصر وأهم النقاط لتشجيع السياحة داخليا وخارجيا. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونبدأ فقراتكم ومصر جميلة.
المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح وحي على الفلاح، وابو زرع طيب يقول حي للإصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة.